تتذكر هيدي الربابة؟ ايه طبعاً كنا عنا قلت لك ما بعرف ليه على الأوتوستراد ببيعونا ربابة؟ ايه ما بعرف الجماعة عندهم بعد نظر نحنا ما كنا شايفينه. ايه عندهم بعد نظر. شو هالربابة؟ بتروح انت ايه شو بعمل فيها الربابة؟ ها بتروح انت على المترو. على المترو؟ ايه بالمترو منو شايفين ربابة؟ معودين جيتار فلوت. الربابة اكزوتيك يعني بدل 2 يورو بيعطيك 4-5 يورو تشتري فيه اغراض بتدبر حالك. اه بعزف ربابة بالمترو 100% عادي. هلا في شغله كتير مهمه هي السوفينيرات. هي اتركها انا بدبر حالي. بدك تظبط بس الوتر، هي كلها وتر ربابي. عادل سوفينيرات ما فيك بيخد... ترجع ايدك فاضي بدك تجيب كل الحق. انا معود جيب سوفينيرات. ايه هلا هي بتلبس على البراد سيلي امره حق 2 يورو. ايه شو بجيب؟ 2 يورو معاش صار هون. مزبوط. ايه بتجيب مثلا شو فيك تسرق من الاوتيل مثلا شامبو الاوتيل. ايه على اوكي بخشي بالشعر ما بيأثر. اذا الاوتيل ما في شامبو مثلا بتسرق لهم ضوء اللامبادير سيشوار. إيه. بس انه جيب شيء من الاوتيل. أيوة. انا رفيقتي جابت لي شوز من ايطاليا. شوز؟ جبت لك شوز؟ شوز جابت لي فردي وحده. جابت لك فردي وحده؟ ايه وحده لي وحده لرفيقتي الثانيه. واحد بنوع. إيه. في شغله كثير 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 مهمه تنتبهوا عليها بليز. هودي الكوينز اللي كنت تروحي تنهرقي على البحيره قال تكبي وتتمني انه بدك ب 2 يورو قال بتكبي البحيره انه يا رب يرجع لي. ما راح يرجع لك ان شاء الله العمر لا يرجع لك. هي بترد ترجعي على لبنان بتصرفيها لبناني بتدفعي فيها سند. مزبوط بتردوا الكوينز. ما بدي اذكر الكوينز. اوعى تكبوا كوينز. اوكي اوكي اعطيني الهيدي الربابة. انا بدي اروح لانه انا الطياره راح فيها طياره شحن. يعني بطلع على الحزام بطلع ما بطلع مع الركاب. بطلع برا. ما بدي اتاخر. يعني هلا بدك تروحي انت بكبوك على الحزام بتصير تبر ما لا تيجي جوا على بضاعه. تيجي دوري ان شاء الله لحق البوردينج. طلع بطياره مساعدات. يلا طيب ما بعرف ان شاء الله تنبسطي. يلا حبيبتي يلا وسكرينا بالخير. ميرسي على التبس اللي اعطيتينا اياهم. ولو يا هلا.